دلوقتي معادنا مع مجموعة من الأخبار اللي هتحدث اليوم بمشيئة المولى عز وجل. يمكن أول الأخبار دي إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هتنظم صالون أو جلسة نقاشية بعنوان بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كمان النهاردة هتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الأول. كل سنة وحضراتكم طيبين. وفي كمان 10 مباريات قوية جدا في الجولة الستة لدوري المجموعات من الدوري الأمم الأوروبية. تعالوا نتابع هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هينظم جلسة نقاشية بعنوان عام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إنجازات وتحديات، وده بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية. الجلسة هتبدأ الساعة 7 بالليل وهتستعرض أبرز الإنجازات والتحديات اللي واجهت الاستراتيجية. النهاردة هتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الأول بعد صلاة المغرب بنص ساعة تقريباً. كمان النهاردة هيتم افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية. الفعاليات هتستمر لحد يوم 30 سبتمبر الجاري. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 10 مباريات في إطار الجولة 6 من دوري المجموعات لدوري الأمم الأوروبية، من أهمها مباراة منتخب هولندا مع منتخب بلجيكا الساعة 9:15، وفي نفس الموعد هيلتقي منتخب فرنسا مع منتخب الدنمارك.